انضم الينا في استوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعه اي كيو تي. اهلا بك سيد رائد. اهلا وسهلا. بدايه تراجع بعوائد السندات الامريكيه للمستويات دون 5%، برايك هل هو مؤشر معين على وضعيه للاقتصاد الامريكي ام انه يشكل وضع صحي بعد ان لامست الاسعار مستويات فوق 5%؟ صحيح، يعني احنا راينا صراع كبير على السندات الامريكيه، كانت اولا تتصف بارتفاع عوائد بشكل كبير جدا، ارتفعت كما ذكرت فوق مستويات 5%، الان هي اليوم تقريبا عند 4.85%، وهو دليل واضح على انه يوجد هناك توجه نحو السندات بنتيجه التوترات الجيوسياسيه التي حدثت مؤخرا. كان ذلك رفع من جاذبيه السندات، مع ارتفاع قيم السندات تعود تنخفض عنا العوائد بطريقة غير مباشرة، وبالتالي ذلك يزيح بعض الضغط المترتب على أسواق الأسهم على وجه التحديد ويعطيها مجال للارتفاعات بشكل أكبر. بالتالي نحن عم نشوف بالآونة الأخيرة نتيجة التقلبات الكبيرة في القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بسياسات النقدية نتحدث، يعني كان قد سبب ميل العديد من دور تقييم والتصنيف الائتماني إلى تخفيض التصنيف الائتماني لعدد من المنشآت الأمريكية ولحتى الاقتصاد الأمريكي، وعلى أثره كان في عندنا ارتفاع في عوائد السندات. الآن عوائد السندات تتراجع، أي أن المخاطر نسبيا بدأت بالتراجع بشكل واضح. نعم، في الشأن الأمريكي كذلك سيد رائد، هناك ترقب لبيانات أمريكية خاصة ما يتعلق بالناتج الإجمالي للربع الثالث، برأيك ما هي المسارات أو السيناريوهات المتوقعة على إثر هذه البيانات؟ نحن ننتظر الناتج المحلي الإجمالي، ننتظر مؤشرات البي ام ايز أو مؤشرات مديري المشتريات، مجموعة من البيانات المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن كل ما صدر عبد العزيز من الولايات المتحدة الأمريكية كمعطيات للاقتصاد الجزئي تظهر أنه في عنا أو بيانات عفوا الاقتصاد الكلي تظهر أنه الأداء جيد، والأداء الاقتصاد الأمريكي نسبيا جيد بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى، على الرغم من أنه التضخم يظهر بعض العناد نوعا ما عند مستويات مرتفعة نسبيا، وهذا هو الخطر الوحيد المتمثل أنه يكون في قرار بتشديد السياسة النقدية مرة أخرى ورفعها في أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، هذا هو الخطر الوحيد الموجود حاليا لمجابهة التضخم. لكن كمعطيات اقتصاد حتى الآن تصب في صالح ارتفاعات وقوة في الدولار الأمريكي، لأنه تعكس حقيقة إيجابية ربما بعض الضعف أو التراجع في مؤشرات متعلقة بالبي ام ايز للتصنيع والخدمات، ولكن بشكل عام نحن عم نشوف أداء إيجابي ملفت في الاقتصاد الأمريكي يشجع على الاستثمار في سياسة رفع أسعار الفائدة. أنتقل لملف الطاقة وتحديدا تصريحات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية حول بلوغ النفط ذروته بنهاية العقد المقبل على أن يتراجع بشكل واضح بعد هذا التاريخ، برأيك هل يتناقض ذلك مع طرح أوبك حول أهمية استثمار تريليونات الدولارات في الوقود الأحفوري عموما؟ يعني نحن عم نشوف في موازنة صعبة حاليا ولكنها تحدث عن مستويات مرتفعة لأسعار النفط نتيجة توترات الجيوسياسية ساهمت بشكل كبير بالارتفاعات الأخيرة، ولكن على نفس القدر كان في عنا ليميتيشن أو محدودية فيما يتعلق بالمعروض واحتمالية تدخلات بمزيد من التخليصات والتخفيضات، بالتالي مزيد من الاستثمارات مطلوب لارتفاع وتحسن في الطلب متوقع مستقبلا. نحن عم نشوف الطلب بدأ يرتفع ويتحسن، ولكن أوبك بلس كانت واضحة فيما يتعلق بأنه هناك عدم إمكانية لتوسيع أو رفع مستوى الإنتاج بشكل كبير جدا، وبالتالي ذلك يحتاج مزيد من الاستثمارات ويحتاج وقت أطول للطاقة البديلة والاستثمارات البديلة في هذا القطاع، تحتاج وقت أطول لحتى تطغى أو تقلل من أهمية أو جاذبية النفط للوقت الحالي. النفط يسعر عند مستويات أعلى ولا يزال يرتفع، بالتالي ذلك أكبر دليل على أنه يوجد طلب والمحدودية في المعروض يعني تلعب دور مهم، وكذلك التوترات الجيوسياسية، فبالتالي المجال مفتوح أكثر للمزيد من الارتفاعات، ربما تستقر أسعار النفط عند مستويات أدنى بعد أن تزور $100 للبرميل. لكن سيد رائد على المدى المتوسط إن صح التعبير فيما يتعلق بنهاية العقد، إلى أي مدى تؤثر نقطة التحول نحو بدائل الطاقة على الأسعار؟ هل هي فعلا مرجحة للهبوط كما أشارت وكالة الطاقة الدولية بمستويات تصل للنصف تقريبا؟
نحن نتحدث عن أنه في عندنا توسع بالإنتاج عالميا ويوجد هناك مستويات نمو أعلى متوقعة في الفترة المستقبلية، بالتالي هذا النمو يجب أن يتم تخديمه من الطاقة البديلة ومن الطاقة الحالية الموجودة. ربما تخسر بعض الجاذبية أسواق النفط التقليدية، ولكن ذلك لن يسبب انهيارات ب 50% أو أكثر من ذلك، إنما ربما تستقر عند مستويات 60 إلى 65 دولار. نعم، يعني قد تكون تخديرات مبالغ فيها. بلا شك. نعم، نبقى في الحديث عن أسعار النفط. برأيك هذه الأسعار التي تلامس 90 دولار بل وتتخطى 90 دولار على مستوى خام برنت، هل هي ناجمة عن توترات الجيوسياسية بالدرجة الأولى أم هي ناتجة عن قوة للطلب حقيقية؟ يوجد قوة في الطلب حقيقية دفعت أسعار النفط. نحن كنا عم نشوفها عم تستقر فوق مستويات 80 دولار للبرميل قبل أن تبدأ الأزمة بشكل كبير أو التوترات الجيوسياسية. كان بالنسبة للـ WTI كنا عم نراوح ما بين 81 إلى 82، بالنسبة لبرنت كنا فوق مستويات 86 دولار للبرميل. دعمت الأحداث والتوترات الجيوسياسية ارتفاعات وربما قد تستمر مع دخول أطراف أخرى. رأينا النفط الفنزويلي محاولة إدخاله في السوق تحتاج استثمارات أعلى وتحتاج وقت أطول، وبالتالي ذلك يعبر على أنه في طلب أعلى من المعروض النفطي حاليا، وفي نفس الوقت يوجد آفاق للطلب مستقبلية أعلى من إمكانية، يعني حتى لو تم تقليص نوعا ما التخفيضات النفطية التي تقوم بها أوبك بلس، أعتقد المسار الصاعد لا يزال قائم على المدى المتوسط مدعوما بالتوترات الجيوسياسية، بالتالي ذلك يسهل عملية وصولنا لل 100 دولار للبرميل إذا كانت التوترات الجيوسياسية دخلت فيها أطراف إضافية. نعم، تؤثر على سلاسل التوريد النفط. نعم، اتضحت الصورة. السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة AQT. شكرا.